واو، انظروا إلى كل هذه الألوان. انتهيت، وداعاً. من الصعب العمل مع إبر الحياكة هذا، لكنني سعيدة بقضاء وقتي مع حفيدتي. يا إلهي، إنها جميلة. انتهيت، ممتاز. يا عزيزتي، عزيزتي، انظري ماذا صنعت لك. صنعت هذه السترة لي؟ شكراً. هذه إنها ثقيلة. حسناً، ما رأيك بها؟ شكراً، إنها جميلة. إن لبستها في المدرسة سأصبح مضحكة الجميع بالتأكيد. انظروا إلى ملابسها، إنها مضحكة. مستحيل، لا أريد مواجهة هذا الموقف. يا جدتي، لقد نامت. تبان، ماذا سأفعل بهذه السترة؟ لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سأجرب حيلة ملابس رهيبة. سأجعل هذه السترة مناسبة لي. سأغيرها من سترة إلى فستان. حسناً، تبدو جيدة الآن، لكن يجب أن أتعامل مع الأكمام. سألفها حول خصري مثل حزام وأربطها في عقدة، وسأدس الأطراف البارزة لإخفائها. وانتهيت، حصلت على فستان أنيق. جدتي غارقة في النوم، سأحرص على عدم إيقاظها من غفوتها. شكراً على السترة. سنرى من سيضحك علي الآن. واو، ما أجمل هذا الفستان. شكراً، لقد صنعته جدتي. حان وقت الاحتفال. مرحباً، أحضرت لك هدية بمناسبة عيد ميلادك. يا إلهي، شكراً جزيلاً. العفو، حان وقت الأكل. أنا أحب الهدايا، خاصة في عيد ميلادي. ماذا يوجد بالداخل؟ هذا حماسي. ما هذا؟ لا يعرف أي شيء عن الأزياء. هل أعجبك؟ هل هذه تنورة؟ إنها طويلة. إنه بنطال في الواقع، أعجبني لونه كثيراً. يا للهول، إنه بشع. لحظة، لا تقلقي، يمكننا تعديله. حسناً، لنجرب ذلك. حان وقت الاستفادة من هذه الهدية الكارثية. ها هو البنطال الفضفاض. سأحتاج إلى مقص للخطوة التالية. سأقص هذه الساقة فقط. جيد، سأخلع البنطال الآن. لم يعد بنطالاً، سأرتديه من الأعلى، وستصبح هذه الساق كماً. هكذا، أصبح البنطال الفظيع بلوزة مميزة. مرحباً، لقد عدت. واو، يا للروعة! لا أصدق أن البنطال بلوزة في الحقيقة. لا يبقى شيئاً. ستكون رحلة مذهلة. أنا متحمسة للتشمس والاستمتاع بالدرجة الأولى. سأراك بعد عودتي. سأنهي حزم أغراضي هنا. سأخذ كل الملابس. ولن أنسى قبعتي الشمسية. لا يمكنني أخذ هذه الأحذية. أحتاج إلى صنادل. لدي زوج في مكان ما. لقد أتلف الصندل. أعده لي يا جرد. أعده لي يا جرد. قلت أعده لي. هيا، غادر المكان. رحل أخيراً. مهلاً، خطرت لي فكرة عظيمة. سأحضر هذا الحذاء الطويل وسأقص طرفه الأمامي. هكذا، ثم أزيل القطعة المقصوصة. أحتاج الآن إلى قصة أخرى. وانتهيت. واو، النتيجة مذهلة. حصلت على زوجي صنادل. ممتاز، يا لي من عبقرية. حان وقت الشاطئ. إنه يوم الغسيل. من الجيد أن ملابسي المتسخة قليلة.
هاو بنطالي جينز المفضل، كم هو مريح! وضعت كل الملابس في الغسالة. لن يستغرق غسلها وقتاً طويلاً. سأتحقق من الوقت على ساعتي. سأجلس هنا وأنتظر انتهاء المدة. واو، هذه الأحداث حماسية! أجل، تابعت الحلقة الجديدة البارحة. أوه، الملابس جاهزة، سأتصل بك لاحقاً. حسناً، ها هي التنورة. ماذا؟ ماذا حدث لها؟ إنها صغيرة! لا 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 لا، هذا مستحيل! بنطالي الجينز! أوه، يبدو أنه سليم! سأرتديه حتى أطمئن تماماً! هيا، ادخل! يجب أن أسحبه بقوة! أوه، لا فائدة من ذلك! لابد أنه انكمش هو الآخر! بنطالي المفضل! لا أصدق أني لن أستطيع ارتداءه! لقد أفسد هذا الحدث يومي! لا أصدق أنه انكمش لهذا الحد من غسلة واحدة! لحظة، ربما يوجد حل! ها، سأقلب البنطال! سأرتديه على كلا الساقين! وبعد ذلك سأسحبه للأعلى! أجل، نجحت! لقد خدعت البنطال! ودعني التنورة، لم أعد أحتاجك! مرحى، تمكنت من ارتداء بنطالي العزيز! سيبدو جيداً كما في السابق! يمكنني بدء يومي الآن! أظن أن هذا هو العنوان الصحيح! أوه، لابد أن طلبيتي وصلت! تفضلي الطرد يا آنسة! رائع! أنا متحمسة لهذا الطرد من أستراليا! يجب أن أفتح الصندوق! هذا الشريط اللاصق محكم! من الصعب إزالته! أوف، لا طائل من ذلك! أو طبعاً، سأستخدم المقص! إنه يفتح الصندوق بكل سهولة! يجب أن أقص كل الشريط اللاصق! وأخيراً، سأتمكن من فتح صندوقي! أو لا! وصل المقص للمعطف! لا، لقد أتلف المعطف! هذا الخطأ فادح! ربما توجد طريقة لإصلاحه؟ سأرتديه وأرى ما يمكنني فعله! سأحتاج المقص الآن! سأبدأ بالقص من مكان الشق! هكذا، قصصته بالكامل! والآن يمكنني استخدام الجزء السفلي كتنورة! ستبقيه الأزرار في مكانه! وهكذا حصلت على سترة قصيرة وتنورة! واو، يبدو الطقم رائعاً! يجب أن ألتقط صورة له! سأحصد الكثير من الإعجابات! أجل، سأرسل هذه الصورة! أوه، آمل أن يعجبها! لقد أعجبها! تظن أنه جميل! رائع! أنا متشوقة للاسترخاء! تغمرني السعادة! حسناً، سأرتدي بدلة السباحة! أو لا! بدلة السباحة! إنها ملطخة بالكامل! تباً، نسيت أن لوح الشوكولاتة هنا! لا يمكنني ارتداؤها الآن! ماذا سأفعل؟ لحظة، أظن أني أعرف الحل! سأحتاج قطعة القماش هذه من القبعة! سأبدأ بفرد قطعة القماش! ثم سألفها حول خصري! جيد، تبدو مثل تنورة! لكني لم أنتهي بعد! سأمررها بين ساقي! ومن ثم عبر العقدة التي ربطتها! سألف الطرف بهذه الطريقة! وسأستخدمه لربط عقدة أخرى حول ظهري! انتهيت! ستبقي كل شيء في مكانه! وصنعت بدلة سباحة جميلة! لم يبقى سوى وضع النظارة الشمسية! يجب أن أحافظ على ارتواء جسمي! واو، بدلة السباحة هذه رائعة! توقف عن التحديق بها! لنذهب! لا عجب أن بدلتي تجذب الأنظار! هل تستخدمين أي حيل لملابس خاصة؟ شاركيها معنا في قسم التعليقات! ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في قناتنا حتى لا تفوتك مقاطعنا القادمة!